الله يا يا لطيف اللطف، الله لا لغيرك يرجى. الله يا يا لطيف اللطف، الله يا يا قاضي الحاجة. الله يا يا لطيف اللطف، الله يا لغيرك يرجى. الله يا يا لطيف اللطف، الله يا يا قاضي الحاجة. سميت باسم الوحداني، هو يا صاحب الفضل العالي، مالي لغير الله ملجا. الله يا لطيف اللطف، اللطف الله يا لغيرك يرجى. الله يا لطيف اللطف، الله يا يا قاضي الحاجة. ثم يا قاضي الحاجة. لولا النبي
عسلامة. مرحبا بكم في عبدالي، مرحبا بكم في عبدالي شو تايم. ونحب نقول لكم مولدكم مبروك، الناس الكل مولدكم مبروك. والله مصلي يعني بي الليلة باش نفتحوا وفتحنا البرنامج متاعنا من أعز ما عنا في الغناء وفي الإنشاد الصوفي، تحية خاصة اليوم. كما تشوفوا عبدالي شو تايم عملنا لوك سبيسيال، بدلنا الديكور كلها مفروشة مرقوم فوتيات دنيا. حبينا نكونوا في الجو العربي، حبينا نقربوا لماكسيموم الجونا. تقولوا نهار الخميس ماهوش مولد، نعرف نهار ثلاث مولد مادام مازلت فما العصيدة في الفريجيديرات، مازلنا نحتفلوا كمام، رانا نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف. شوفوا في الديكور هذايا اللي عجبوا الديكور هذايا، الديكور هذايا نحبوا جرون ريميرسيمون المرقوم اللي هو مصمم الديكور هذايا والفوتيات والجو، تحيه خاصه المرقوم. جرون ريميرسيمون الفنانين اللي كنتوا تسمعوا فيهم بحذانا من احسن ما فما في الصوفي، ويخدموا في اقوى العروض في تونس. توا باش نمشيو نسمعوا تعرفوا عليهم ونحكيوا معاهم بالواحد بالواحد. الاولاد جيوا معايا، مرحبا بكم. محمد علي شبيل، هادي الميجاني، ومهدي العياشي. هاكا خليناكم في الامبيونس نتاعكم مرقوم ودنيا وجوكم واحد. صافا شنحوالكم الاولاد؟ مولدكم مبروك علينا وعليكم. كليتوا العصيده صافا؟ اموركم باهيه؟ مازلت مازلت انتم من الاصوات المعروفه في الموسيقى الصوفيه. اليوم الموسيقى الصوفيه زاد عملت دي ستار، ولات عباد معروفين، ولات فنانين موجودين في مهرجانات كبار، عملت عروض كبيره زاد، عملت الحضره، عملت الزياره، عملت برشا برشا عروض كبيره. وانتم من الفنانين اللي موجودين في برشا بلايص اخرين، لكن موجودين زاد في عرض الزياره اللي هو عرض كبير وعرض ناجح مع سامي اللجمي. تحيه ليه، تحيه لسامي اللجمي، تحيه زاد للميزيسيان اللي معاكم الاولاد. كنا نتمناو ان نحن نجيبوا زياره لهنا بحذانا، لكن بوتيت نهار اخر خاطر عرض ضخم كبير ويلزمنا لي مويا اكثر استوديو نتاعنا. لكن انا قاعدين نكمبسولها ان شاء الله بقدر ربي، هذا ما يمنعش زاده اللي كل واحد منكم عنده المسيره الفنيه نتاعو اسي سوليتا. وماذا بيا نحكي معكم بالواحد بالواحد، مهدي العياشي. اعمل لي هكا مهدي العياشي، انت جيتنا عاد مهدي. أول غناية غنيتها أنت بحذانا هنا؟ أي الغناية نتاعي الأولانية يا عيني طماعة كانت بحذاك أنت في الاستوديو هذا. أي وقتاش جينا في خدمة جديدة أخويا؟ إن شاء الله فما أعمال جديدة، ووقت اللي نلقى الوقت خاصة الوقت. تبارك الله عندك وقت. لا تبارك الله، زيارة برشا ماخذة برشا وقت و تفزعك علينا ولا لا؟ والله لا والله لا والله لا، نلقى الوقت ولا وقت نلقى وقت لخدمتي مش نجي لك. لا لا مرحبا بك، بالعكس احنا نفرحوا الفنانين كي يبدا ما عندوش وقت، معناها يخدم وقاعد ينتج وقاعد الحمد لله. دونك وقتي ما بين التعليم، خاطر انا استاذ على باز ونحيي تلامذتي برشا، ووقتي زاد لعائلتي، ووقتي للزياره. دونك نحاول نسالك سؤال، خاطر من اكبر الاعمال اللي قاعدين تقدموا فيهم الزياره بخلاف كل واحد منكم يخدم وحده. لكن شنو هو سر نجاح اليوم اللي ريكور بتاع الزياره بصراحه؟ انتوما المغنين، سامي اللجمي، البروديكتور، شنو؟ كل كل كلها تكمل بعضها. يعني في الزياره استنى، راهو الزياره نحب نقول للعباد خمسة مرات سنة كومبلي في كارتاج، عمرها ما صار في حتى عرض صحيح. حتى عرض ما صار له، معناها تحية خاصة. خمسة مرات كومبلي معناها عرض، ولا عنده لي فان نتاعو والعباد تتبع فيه بالملايين. أكيد في كامل تراب الجمهورية الحمد لله، وتسكروا فيهم النهار الأول، وهذايا بالخدمة راهو يعني هي الزيارة نتاع سامي اللجمي. سامي اللجمي يخدم برشا، واللي معاه سامي اللجمي كلهم يخدموا برشا. شفت ليكيب تكنيك، البرودكسيون، احنا ليزارتيست، من اكبر واحد لاصغر واحد فينا، العباد الكل تعطي وقتها وتعطي جهدها الكل، خاطر نحبوا البروجي، نحبوه ينجح، نحبوا البروجي يعيش اكثر ما ينجح. ما تجي كان بالخدمه. انت بديت السلميه ملي عمرك 8 سنين؟ بديت السلميه عمري 8 سنين في المكتب، عندنا معلم هو بيدو شيخ تاع انت 14 وانت قد ايه؟ 15. انت 15 سنه، معناها شنو هذا ديسيبلين يدخلوه للعباد صغار؟ السلميه سي لا باز. السلميه تعلمك القواله صحيحه، تنطق صحيح،
اذا كانت تبدا معناها المشيخه اللي تعلمت عليها والناس اللي تعلمك بقلب رب، معناها مش كيما نشوفوا توا فما حتى اللي عنده صنايع وعنده البحورات وعنده واللي يخبي. ايش خلى الشباب اليوم ولاو يلتجؤوا للاغاني الشرقيه، كل ما هو عمل شرقي يجي يوفوا حتى في ديار الفرح. معناها نقولوا بصراحه السلميه تخليك تتعلم تقول، الناس تدور بيك تشجعك. انا حقيقه ما قريتش موسيقى لكن كنت مدرستي سلميه. انت عملت برشا خدم وبرشا حاجات و... اي منها الحضره. منها الحضره؟ اي الحضره عديت. صغير في الحضره انت وقت صغير؟ عمري 20 سنه 21 سنه. معناها بربي جماعة السلمية والناس السلمية حتى كجون عندكم ديسيبلين معينة ولا في الدنيا؟ بصراحة خلينا نسأل سؤال غبي على الأخر. معناها في الدنيا برونشي كيف العباد تخرج وتسهر وتمشي ديسكوتيك مثلا دنيا وكجون؟ بصراحة معناها شوف أنا بالنسبة لي أنا عم السلمية إنسان كلي هكا مستيو ساقي ولا كامل السلمية ولا كامل يتخمر وفهمتي شو مثلا ما تمشيش ديسكوتيك تمشيو لزاوية تمشيو لزاوية. لا الزاوية سبدري 300,000 باش يمشي لزاوية الكل. صحيح. طيب بالحق بالحق. سؤال معناه اسكو عبد تو كي يتفرج فيك عبدك جون كيفك؟ انت جون كيف وفي مخك حياتك كيف ومعناها من بعد انستغرام وفيسبوك وجو وقهوة وكورة؟ هي حياة تغرام وكهو واحد يعني من اللي هو صغير حاجة تغرم بها ما باش يعيش حياته كيما العباد. ما لا معناها اللي خاطر برشا ماشي في باله انت صوفي وواحد معناها كي تكون معنا كي وبعد تمشي تعطيك كف في سيدي بالاحسن مع شراو. لا لا ديجا برهنت لهم سناب شورت لاديداس معناها. كيفاش هذا يحكي الشورت؟ هذا انا بخلت باش نلبس سروال داخليني قعدت بالشورت لاديداس. فين هذا؟ في عرض في سوسه في الزياره. ليه؟ والله بون كانت فما نكته وبادره من سامي خلينا شويه نفس باش نضحكوا سنا خاطر العروض جات ورا بعضها برشا ستريس وبرشا خدمه. ماركوس الناس كل تعرفه في الزياره. ماركوس تبارك الله العظيم استاذنا ماركوس تحيه خاصه ليه والسوسه والساحل الكل وقت اللي طيحني ماركوس انا لابس شورت اديداس. الشورت عمل بوز. سامي اللجمي بالوقت بعث لي تقول في دار الاديداس. سامي بعث لي بالوقت تصويره الشورت. وكيفاش انت توا معناها رجل صوفي ودنيا ومتعلم؟ لا لا مش حكايه رجل صوفي راهو صوفي ومتصوف يعني. لا 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 سي با سا. مي وقت اللي هاني قلت لك الريتم نتاع الزياره ما عادش تشوف ولادك ما عادش تشوف دارك. وصلت ما نشوفش داري وصغاري معناها في مخيم لاجئين ونحن الزياره شادين الزياره زياره بون. الوقت ساعات يزربنا مش كان انا واحد عملتها راه حتى ذا يعني نصب بيه انا. اش عملت؟ دخلت مره بشورت. دخلت بشورت؟ اكيد اكيد. ما دام الجبه دنيا سخونه في الصيف. تحت الجبه هذا خلاص خايلك بشورت نورمال قدام العباد شو شوت كفرو. والله ما نعرف سامحني. لا 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 ليه قعدت نقول لك طيحني بشورت كيفاش؟ كيفاش عارفك بشورت؟ واحده تحت الجبه حطوا لك كاميرات. ماركوس يطيح في العباد سورسين. يطيحهم يتعدى يطيحهم. نهارتها سامي يتخمر يعمل يتخمر خلف فهموا العباد ماركوسك الذاك تبارك الله اللي يتخمر يبدا يطيح في العباد. طيحني انا لبس شورت اما هو ما كانش يستنى اللي سامي اللجمي اعطانا الفيفير باش نتحملوا فيه الناس كلهم تلبسوا تحت الجبه بصراحه بخلاف سروال عربي سروال عربي شورت عربي شورت عربي صعيبه. المهم انت والطقس انت والطقس خلينا نقول انت والطقس وانت والطقس كتبت الدنيا سخونه برشا شنو لا ما نجموش نوصلوا لل الزباله ما نجموش نجاوبوا عليه. ربي بعد اين ماركوس شبيل 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 بخلاف الزياره خدمت خدمه اخرى اي تورني انترناسيونال. انا على باز استاذ مالوف في الرشيديه وعندي ماستر من الانستيتيو سوبيريور دو ميوزيك. عملت العرض من النواه فارياسيون اللي هو مالوف اما افيك بيانو اي فوا. عملنا حمامات سنه 2018 انا وجهاد الخميري وعندنا اون تورني مع رضوان المدب نتصور تعرف. زاد عملت عملة كبيرة سنة. شنو هي العملة الكبيرة؟ طلع في كرتاج مع مينا فاخت. اي حلوة العملة هي. كبيرة.
انا حاضر وقتها فرشت تبارك الله عليك يعني مليت الركح لكن حكينا على كيف جات الفرصه وكيفاش امينه قبلت انه انسان معناها في الاناشيد الصوفي هي بون خدمت مع بابا هادي دنيا مي هي بون عرفتني وقتها موجيت معاك وقتها هنا وعملنا في البريمه اي صحيح دونك هي تفرجت في البريمه وباغازار فما نامي اون كومون اللي هو راضي سيود نحييه قالت له شكون الطفل هذايا راه نحبوا يغني معايا سنة في كارتاج دونك انا قال لي ما نجمش نقول له خاطر مينا فيخت وكارتاج دونك صحيح فما الخوف والتراك اللي تحب عليه اما ما تنجمش تقول له في حاجه كيما هكا كارتاج ومع امينه 12000 سبيكتاتور امينه كانت تغني في سلطان حبك ما كانتش تغني في اي غنيه باش تطلع انت بعدها باش تغني لعب لي يقبلك يطردك شنو هذاك هي الحمد لله قبلك الجمهور دو سبيكتاكل باهي به انا جست قبل ما نحكيو كي ذكرتني بالحق في البريمه باش نطلب من كل واحد منكم اكابيلا كجو خلينا من بعد تمسيو باش ترجعوا تغنيو لنا والدنيا كل واحد منكم يغني لنا مقطع من غنيه يحب نبداو بالبريمه كل واحد منكم هاكا عندك لو طون غدرتكم نعرف مي عطيت تبارك الله خاطركم اصوات ما نخافش عليكم اموركم امكانيات فم وعالفين عسيده والامور باهي صفا في البريمة ليام كيف الريح في البريمة يا عيني يا ليل ليام كيف الريح في البريمة يا عيني يا ليل في البريمة غربي وشرقي ما يدومش ديما يا عيني يا ليل ليام كيف الريح في البريمة يا عين بارك الله على صح هاتي بون ريبيرتوار صوفي انا ايه ميسالش ميسالش اي غنية تحبها وتعرف انا صلى لسانا حذر ناظر صاحب المعروف والعبد اليه حنين الكريم هو الحيم الأوف واللي يلجأ إليه طامة واللي يلجأ إليه ما حضر ناظر صاحب المعروف معلم زمن نار تتفاشي ونبرة من وجع تكوى قلبي بقداش من جمرة فوق جرحاتي يا حبيبي طولت الغيبة نار الهيبة الفرقة صعيبة هان عليك خليتني غريبة دمعي سكيبة زاد لايعاتي
كي جبناكم نعرفوا شنو نعملوا بالحق توا نفهم اش معناها السكسي بتاع الزياره. خاطر بصراحه توا كي سمعتكم مكايا خاطر مش كي نسمعكم من جروب كي سمعتكم مكايا vous êtes des artistes de valeur واصوات بالحق بالحق تحيه خاصه. لكن انا خلينا معكم حاجه ديكالي توا كلكم غنيتوا لي في جوكم باش نطلب منكم باش نوري اللي العباد مثلا ستيل جماعه الصوفي والدنيا سي با دي كوانسي كيما حبيت نقول كل واحد منكم باش نطلب منه حاجه مودرن يغني لي غنيه ديكالي حاجه مودرن. شكون شكون يبدا شكون يتجرى باش نبدا مهدي باش نبدا انا حاجه مودرن تلبندي تبقوا معكم اللي تحب براوة عربي ولا سوري ولا طليان اللي حاب نحاول تحاول باش تبدا انت ابدا الشيخ باش يبدا باش يتبرع هو الاولاني على ولاد الحمري ولاد المدينة سيد الغواري يا فرحي على ولاد الحمري ولاد المدينة سيد الغواري عديت معاكم صغري ليكم تملي طول عمري عديت معاكم صغري وليكم تملي طول عمري جعلتي عيني تمطر دمعا على طلل ذكرى ولا خليتيني احلم ببيت جميل يجمعني انا وياك عيني طمعت استنى ساعة ورا ساعة والقلب وجعك كبرت وشل داويها عيني الملهوفة تستنى باللحظة تشوفها وقلبي من خوفها يرتاح كيف يلاقيها وعلاش نسيتيني جعلتي عيني تمطر دمعا على طلل ذكرى وعلاش خليتيني احلم في بيت جميل يجمعني انا وياك مرحبا
دالي دالي قبل ما تغني ساعة حابك تحكي لي على التورني نتاع افينيون. مشيت لافينيون. افينيون ان دي ميور فيستيفال دو تري او نيفو ومان برودكسيون دافينيون دو تياتر دو تياتر دو تياتر ار فيفون ار فيفون ومان اون بيس كونتمبور دانس كونتمبورين تشتح انت عمل دانس لا لا انا نغني غنيت مع دي دانس دونك كوريغراف كوريغراف رضوان المدب ان دي ميور كوريغراف توا في فرنسا تونسي في ان دي ميور كوريغراف ان فرانس و دون لو موند العربي يعني احنا برودكسيون دافينيون يعني مش عيطون عملنا سبيكتاكل برودكسيون دافينيون معناها لعب كبير اي عملنا 5 دات يظهر لي كان صدقني ربي افينيون 2017 سيتي كومبلي لي كريتيك اللي في العباد اللي تكتب في الدانس في فرنسا الكبار كتبوا علينا لو فيغارو لو موند توينس سور سين كوريغراف تونسي بعد عملنا بخلاف افينيون عملنا لي بلو بريستيجو فيستيفال دي تي افينيون ماش بلو بريستيجو الاخرين يوليو الاخرين يكوروا عنده عملنا برلين عملنا امبورغ فيستيفال دو زوريك درناهم كلنا عملنا عملناو لا فيليت في جوان هذا تياتر لا فيليت سي لو سومون في بيريز مهنا دورة بي تبان تورني بي توا مالك انت يا تياتر لا فيليت وجو كافينيون وكالدنيا وهاو الكريتيك دار دو لا دونس كونتمبورين اش تحب تغني؟ باش نحلنا خير شو هذا شو حمد النقاز حمد النقاز اشترب لك حمد النقاز هذاك اللي بالواحد ما فهمتوش انا منظرو كيفاه والله تقول حمدي النقاز ربي جاي نشوفك ايش قرب ايش ولا لا ولا ما تجي واحد في الجمهور ولا فهمت خل ثبت ما الرسم ليا معاش كبر نبعث لك كاميرا ما تجيش راه وما هي بيدها لك ايش خير فوالا عسلامة صافا خلي السادة المشاهدين يشوفوك وكهو مسلم عليه صح يتعرس تسلم على الناس الكل عطيك الصحة في الكوب وفي اللحية وفي الدنيا ما قريته اسمع بس استنى استنى بس ما يروش العبيد ترش عمل سلم وخرج هكا من بعد هكا من الخفيف والقاع بقتانيا لابسه حوايج به يا صاحبي دورك اهل وليد مش باش تغطنا بافينيون ودنيا واحده كل حاجه في بلاصتها يقول لك غني يزمك تغني لا تقول المغني غني اولا ثانيا انا الحمد لله يا ربي تعلقت على التمثيل خاطر نجم وتعلقت على التنشيط على خاطر هكا نجم روحي على المسرح الغناء ما عطانيش ربي سبحان الله واحد يعرف روحه يقعد رايد على عمل تراب قبل خويا خلينا نرجعوا ساعه خاطر عندي موضوع انا نسيو ما نحبش تو ديما طالعه امورنا باهيه
وعندنا ببليستي وعندنا واحد ناس تتبع فينا باش نغني باش طيح ليميسيون في في اذا نقول لك صح تو سمعت الغنيه المان المانيا الماني برشا يقولوا الغنيه ذي يرجعوا للتاريخ يقولوا واحده حبت واحد الماني امان المانيا الماني بالحق راه فما شكون وسلم التاريخ صحيحه ولا غلطه يدور لي خلينا امان امان المانيا الماني مش مشكل قال شنو وقت حرب الالمان واحده ضربت في واحد جاوري خلينا بالرسمي راه مش برشا يتخيلوا العبدالي لكن كشيخ من الشيوخ نتاع الزياره والخال كمل لك والفن الصوفي فهمتي تقول كور كور وساع كعك مدور وخلينا من الكعك مدور وواحد كعك مدور ودنيا نقولوا بقلاوه وفيها كالجو نتاع العروسات لا خويا هذيا تو انا ما خارجه من الحمام تفور اي شو مشكل حرام الحمام ليه مش حرام كيسه تاع الحمام حرام الحمام لك هاو ذاك حبيت نعرف لا لا مش حرام الحمام مش حمام دوش طلع روحه الاولاد مش خارج خارجه خارجه اي خارجه خارجه من الحمام تفور صح به امورنا به ما نزيدوش اكثر من هكا خلينا عائلات تتفرج وعبيت سمعني شيخنا يغني وهرن وهرن روح تخسر نزيدها بالكاس والمائدة خول الكاس والمائدة فهمتي شو اللي أنا حسيته الشاب خالد هده ربي بالسبة بالسبة الشاب خالد هده ربي وذلك غنيته متاع اسمك مسطح ما فهمتها شيء تاع وقت التكرور يقبل وقت يبدأوا يضربوا يضربوا الخشخاش ويغنيوا هذيك كانوا قبل مش مشكل حسين أموركم ربي معاكم أنا نحب نعطيكم كلمة الختام قبل ما تكملون سبيكتاكل ويعطيكم الصحة وإن شاء الله نشوفوكم في حاجة ما أكبر وما خير تعطيونا وين نجم ونشوفوكم كان عندكم ديدات أخرين كفنانين وحدكم وكزيارة كلمة الختام عندكم سما دي بروجي جدد ومن بعد باش نختموا معاكم بالريبرتوار نتاعكم باش تخليوهم انا السبيكتاكل تاعي في الكاتخي مار لو 7 ديسمبر سبيكتاكل اسمه مينا ناوي فارياسيون زياره عندنا 22 23 في في صفاقس 24 في القبه في تونس نصور كالعاده جمهورنا معنا لا لاباس اموركم امورنا واضحه في 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 الفسفس جمهورنا معنا حاسسني باش نكوروا في حاسس هابطين في نال لا ديما استنسنا والله انا نحب نقول مولد مبروك للناس الكل ليك لطفي وللجمهور عايش الكل يسمعوا فينا الكل يعطيكم الصحه نعاود كلكم نعطيكم الصحه عائلتي بابا وامي مرتي صغاري اخواتي وان شاء الله الزياره ديما في تألق وان شاء الله نكونوا ادينا الواجب وكنا في المستوى يعطيكم الصحه قلت لك احد الان الجمهور ان شاء الله راي اللي يتفرج فيه يعيشك انا انت قعدت عاقل لما حكاو لي عليك كنز برشا روا والله عاقل لكل مقام مقال عاد جيت لهنا عامل مقام مقال لا هذه هذه تاع ليميسيون تاع الهرج والمرج قعد عاقل ونهيش في الغناء يز في البرك خاطر كيما قلت مانيش باش نسيبك الا ما تحكي لي الترفه ولا هما يحكي لي الترفه من طرايف ولا يحكي فيها تتعدى في التاسعه زعما الطرايف نتاعي ولا تعدى تعدى شي مكفينا ما تشكور انا عظمه هاي الترفه هذه لا هذيك هو معناها فيل يعبد المهدي العيش كل عظم نتاع الديناصورات هذا يكها شنو هذا هاك نحس فيك تقعد تتحير امشي لا والله لا هما يحكيوا علي طرايف اش باش نحكي اخر عامله عملها في الزياره ما يلوم يتحكي ولا بالحق مش تاع التاسعه اختاك مو تحب ديماء واحد خليك انا نحب نحيي بار كونتر الاولاد الموسيقيين جاوا معنا اللي هم شويه تحيه خاصه لهم برافو الاولاد يعطيكم الصحه نور الاولاد الصوفيين زاد هذوما نخبه من من المع نجوم الفن الصوفي في تونس والاولاد نتاع الزياره نتاعنا فارس وحاتم وجاسر جاسر وكريم وشيخنا ديما معنا صبري شيخ سلومه شيخ سلومه معنا الزياره بربي تحيه خاصه للشيخ سلومه خاطر راهو منا نعرفكم تحبوه برشا وعنصر من العناصر المهمه في تونس بربي الشيخ سلومه لحظه بجاه ربي ايجا خويا ايجا بيان سور عنديش عنا نحن سوك الاناقه محليه تبارك الله عليك شوف الاحترام والتقدير هاو الميكرو اقعد تحيه خاصه هاو الميكرو شي عيطولك انت في الحضر
بابا سلومة. بابا سلومة يعيطولك. أي نعم. ونعرفهم يحبوك برشا من البروديكتور حتى المغنيين سامي النجم، مش من في العالم الصوفي، في عالم الفن الشعبي يحبوك برشا. تعرف علاش يحبوني؟ أنا خاطر نحب الناس كله من منظر لا زاد تعرف التاريخ و... بالمناسبة نطلب من أي حد في الدنيا من اللي تخلقت إلى يومنا هذا إذا كان ظلمته ولا تعديت عليه باش يسامحني، هذه فرصة. باهي، قداش من غنية كاتب بسلومة؟ أنا كاتب تو عندي فوق 90 أغنية. عندك غنيات غناوهم لك مغنيين و... أي نعم. شكون مثلا؟ عطيت السيلادي حبوبة، عطيت البابا الهادي، الهادي الدنيا، العلي الدردوري، أي خويا هذاك. بابا ليك سمي طقطوقه صاحبي وخويا. هاي عطيت وليد اخر من الساحل اسمه علام. هاي هذا هو. نحسهم في الحلات هذوما الكبار وفي ال... عطيت اغنيه للزياره انا ماني فياش لحن برك. فهمتك. الكلام نتاع سيدي البهلول. شنو نصائحك مثلا كتب تخدم معاهم لا نوفيل جينيراسيون، وانت خادم مع الكبارات في تونس الكل وعملت الحلات الكل، يعني كنت مثلا كيفاش شنو المعامله معاهم كيفاش تكون؟ ولادي هو الباهي في بابا سليم. وقت لازم يكون بابا سليم يكون بابا سليم. ولي خويا سليم. بعد ينجم يولي خوك سليم. بعد نولي بعد يولي صاحبك سليم. بعد نولي نتحول الله اعلم بيك باش نولي. معنا موجود في كل الحالات وكل الظروف. محلاتهم ونعرف اللي الوقت ضيق نجموا نعمل معاكم برنامج اكبر من هكا وان شاء الله نعاودوا بقدره ربي لانكم فنانين ما نقلقوش منكم. سيدي سامحني انا رسام. انا رسام. ان شاء الله نهار اخر تويتي نوريك حاجه. افيك غون بليزير. انت خونا الكبير وبونا ونحبوك رانا سبيسيال. شكرا. الاولاد سكروا معاكم بالموسيقى الفقره ذي. Yeah.
محمد لحرمتك يا محمد يا محمد انزور البيت ونسمع كان جونا وحلينا البرنامج كما شفتوا بالجو العربي بالجو الصوفي. اقعدوا معنا نحبوا نشكروا زادة قلت لكم المرقوم اللي أثنى البرنامج متاعنا ونشكروهم شكر خاص وليميزيسيان ليشانتور. فاصل اقعدوا معنا مازال الجو مازال ما بداتش الميسيون. فاصل ثم نعود عبدالله